سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا، بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. تفضل الأخ جورج مشكورا، وهو من الغيارة من فلسطين، من القدس عاصمة فلسطين زهرة المدائن، وأرسل لي عن طريق البريد الإلكتروني بعض الاعتراضات على المسيحية أو بالذات على الكتاب المقدس، ومع الأسف هذه الاعتراضات أو الانتقادات توزع في بعض مناطق من فلسطين، توزع يعني بالبريد الإلكتروني، وكما قال مار بطرس في رسالته الأولى فصل 3 آية 15، قدسوا الرب يسوع في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين أن تجيبوا الذين يسألونكم عن الرجاء الذي يعمر قلوبكم، ولكن بوداعة ووقار. بوداعة ووقار، وهذا اللي بدنا نعمل طبعا، وبدي أزيد كمان وباختصار وإلا مننام هون الليل يعني إذا بدنا نور العالم. طيب إذا بعد إذنكم خليني، ما ملناش في غيرنا، بيقول لك عن أشعيا، أشعيا 42 الآية الأولى، قل لك مكتوب فيها هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي. وين المختار؟ شايف على الآية. ولكن متى 12-17 لما بيستشهد بأشعيا بقولش هو ذا عبدي، بقول هو ذا فتاي. ولكن صار تحريف، وخصوصا طبعا انه نعرف احنا العقلية الاسلامية تحب ان تسمي الناس عبيد عبيد عبيد، اذا سميتم فعبدوا. اولا في اشعيا، طبعا هلا الانجيل المقدس كتب باني لغة؟ باليوناني. ليش يوناني؟ لانها كانت اللغة الدولية. ف القديس متى وغيره لما بينقلوا النص عادة بينقلوا من إيش؟ من اليوناني، من الترجمة، من الترجمة السبعينية، من الترجمة السبعينية. نعم. هلا شو في بالترجمة السبعينية؟ الترجمة السبعينية في كلمة بيس، بيس تكتب بايس أو بايذيون، بايس أو بايذيون، منها بيداغوجي مثلا، يعني علم التربية. هلأ بايس تعني عبد وتعني فتى غلام، نفس الكلمة اليونانية بايس وبايذيون تعني عبد، وإيش تعني؟ فتى. بتقول لي طيب يا أبونا أعطينا مثل ثاني من الإنجيل، تذكروا قائد المئة شو قال يسوع؟ قال له إن فتاي، في ترجمات إن فتاي مريض غلامي وعن عبدي. ليش؟ من تشانشو بالصيني بيقولوا من تشانشو. ليش؟ لأنه الكلمة هي من مشتقات بيس أو بيذيون، تعني بنفس الوقت إيش؟ العبد. زي تقول الواد بالمصري، الواد سيد الشغال، الولد يعني، ممكن يكون الابن وممكن يكون الخادم. هلأ في يوحنا 17-12 المسيح بيقول إن الذين أعطيتهم لي لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. من وهب ابن الهلاك؟ يهوذا اللي الله يسامحه. هلا بيوحنا 18 كتبته عندكم، يوحنا 17-12. طيب هلا بقول لك يوحنا طبعا باليوناني ابوليتو او يوستيس ابولياس، يوحنا 18-9 بقول لك ولم يهلك ان الذين اعطيتهم لي او وهبتهم لي لم افقد منهم احدا. بقول لك في تناقض،
هناك قال لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، وهم قول لم أفقد منهم أحدا. بس هو ده مش معه. ما بيعني الا انه الجمله يعني مش مكمله هون، يعني مش يهودا خرج خارج الدائره فهو ما فقدش يعني. هو في جواب ابسط اللي تفضلتوا فيه صحيح، بس تعرف في ناس بدهم لسه ادق، لسه دقه اكثر. هلا في فرق بين انا اضيع اشي وانا اضيع انسان وهو يضيع حاله، ولا لا؟ زي واحد مرة قلت له إذا بتلعب بديلك حتى بعد ما نكللك في الكنيسة نسحب مرتك منك، إحنا كنيسة زي الشعرة من العجينة. فبصفته من أهل القدس القدماء قال لي هيك بتجيبوا خميري. قلت له لا، هيك أنت بتجيب خميرك لحالك. شايفين الفرق؟ لم يهلك. مين اللي لم يهلك منهم أحد إلا مين؟ اللي هو من واضح. إذن يهوذا هلك، بس في يوحنا 18:9 أنا لم أهلكه، أنا لم أفقده. زي تعطي ابنك الصغير جواز سفر، هو بضيعها، مش هو بضيع جواز، مش انت ضيعت. او خصوصا للناس، هلا لسه المثل اقوى بالنسبه للناس. انا ما اهلكته، انا ما فقدته، انا ما ضوعته، ولكن ايش هو اللي ضاع. واضح؟ لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، فيش تناقض مع إن الذين أعطيتهم لي لم أفقد منهم أحدا. في عنا كمان بالنسبة لمتى فصل 16 آية 6، تذكروا لما السيد المسيح قال للرسل احذروا من إيش؟ خمير الفريسيين الذي هو الرياء. والكتب الفريسي يعني هذيك الشلة التعبانة بعيد منكم. نعم، الرسل لما سمعوا الخمير وما خمير شو فتشروا شو قالوا ايه هذا، احنا هذا بيحكي هيك عشان فش معنا خبز. شو قالهم؟ قالهم يا قليلي الإيمان. شو نسيتوا؟ تكثيري مرتين للخبز وللسمك، يا قليلي الإيمان. هلا شو الاعتراض؟ قل لك متى 16:6 يناقض متى 13:10 اللي بقول فيه يسوع لتلاميذه إليكم أعطي فهم أسرار ملكوت السماوات. حتى كمان إيش بيهنيهم متى 13:16 بيقول طوبى لعيونكم لأنها ترى ولآذانكم لأنها تسمع. هل في تناقض بين الأشياء؟ ما فيش تناقض، لأنه من جهة في حالة واحدة اللي هي حالة إيش؟ الخبز، لما قال عبارة خمير هم يعني مع هو عناها روحيا، هم فهموها إيش؟ ماديا. فقال لهم في هذا الموضوع أنتوا قليلوا إيمان البعد. ليش؟ لأنه نسيتوا تكثير الخبز والسمك مرتين. ولكن في متى 13 بعد ما يسوع بيعطي الأمثال والرسل بيعاودوا يسألوه على انفراد، إيش بجاوبهم ولا ما بجاوبهم؟ بجاوبهم، بقولهم أنتوا أعطيتم فهم وطوبة للعيون التي طوبة لعيونكم لأنها ترى. لأنها ترى مين؟ ترى المسيح. ولأن في هذه الحالة طبعا ترى بخلاف مين؟
الكتبة والفريسيين اللي كانوا إيش؟ عميان. هلأ ممكن إنه في ظرف آخر، مرقس 6:52، خلينا نقرأ مرقس 6:52. المسيح ببكت رسله إنه عمي، فخلينا نشوف في أي موضوع شو اللي بنلاحظه، إنه كل مرة الكلام في حادث وفي سياق مختلف عن غيره. مرقس 6 قبلها خلينا نشوف آية 50. لأنهم رأوه. أيوة. لأنهم رأوه كلهم فاضطربوا فكلمهم من وقته قال لهم. لا مرقس 6 آية 2. آه كان ماشي على البحر يمكن. لأنهم لم يفهموا بالأذى. عدد. آية 50. نعم آية 50. نعم. تفضلي. لأنهم رأوه كلهم فاضطربوا فكلمهم. امتى حكى هذا؟ شو المناسبة؟ لما مشى على المي. لما مشى على المي. نعم. ليش مشى على المي؟ لأنه ما كانش معه مصاري ينزل في السفينة. صعد السفينة إليهم فسكنت الريح فدهشوا غاية الدهش لأنهم لم يفهموا ما جرى على الأرغفة بل كانت قلوبهم قاسية. آه إيه إذا وين كملي؟ وعبروا حتى بلغوا أرض جناسرت ف. على فكرة يقال إنه هاي الآية موجودة في مخطوطات قمران في المغارة رقم 11. تفضل. وما إن نزلوا من السفينة حتى عرفهم الناس فطافوا بتلك الناحية كلها وجعلوا يحملون المرضى على فروشهم إلى كل مكان يسمعون أنه فيه وحيثما كان يدخل سواء طيب. دخل. يعني إنه يسوع يبكتهم ليش؟ أتريته نفس الموضوع اللي في متى 16:6 اللي هو انه نسيوا معجزة ايش؟ تكثير الخبز. الان يوحنا 5:73 خلي حدا يحضر يوحنا 5:73 ومتى 17:1 وتابع. متى 17:1 وتابع هو تجلي يسوع على الجبل. فيش 5:73 يمكن 5:37 يمكن. يوحنا ايش عبونا؟ يوحنا 5:37 انه لم تسمعوا صوته لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته. طيب اغلبك تعيد لنا اياها من 36. يسوع يخاطب الشعب اليهودي. واما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا لان الاعمال التي اعطاني الاب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم الآب يعني الطبيعة الإلهية. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. نعم لم تسمعوا صوته قط. بقول لك إنه ضد هذا الكلام يناقضه متى 17:1 وتابع انه مين؟ يعقوب بطرس ويعقوب ويوحنا سمعوا صوت الاب. برضو ما فيش تناقض لانه هون يسوع بيحكي مع مين؟ في يوحنا 5:37 بيحكي مع الشعب اليهودي خصوصا الشعب اليهودي اللي ما بيعترف فيه. على فكرة في انجيل يوحنا كلمة اليهود مش بس تعني الشعب اليهودي بل تعني الشعب اليهودي الرافض ليسوع. وإذا مين اللي سمعوا هم مين؟ بس بطرس ويعقوب ويوحنا. في يوحنا 3:13 بقول لك لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان. بقول لك لا هاي صعد إلى السماء أخنوخ، هاي صعد إلى السماء إيليا. طبعا ايش بنقول احنا لاهوتيا؟ هل صعدوا الى السماء ولا نقلوا الى السماء؟ نقلوا. المسيح صعد بقوته الالهية. اخر مثل او اخر مثلين متى 5:39. متى 5:39 من ضربك على خدك
الأيمن فحول له الأيسر. وبقول لك يوحنا 18:22 أجا خادم رئيس الكهنة وضرب يسوع، لطم يسوع، يسوع ما حول له الآخر، يسوع عمل له محاضرة. صح؟ لماذا تضربني؟ لماذا تضربوني؟ شو الهدف من كلام يسوع؟ من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، معناه ما تجاوب على العنف بالعنف. ويسوع تمم هالإشي، لأنه بديش أحكيها باللهجة الريفية تسمحون، لما يعني يسوع ما لخمه كف، هو ضرب المسيح كف، ولكن المسيح إيش؟ ما رد على العنف بالعنف. هاي معنى أدر له الآخر. هلا في لوقا 19:27 بتعرفوا مثل وزنات، واحد ملك بروح على حل بعيد وبعدين برجع، وفي آخر المثل اللي بحكي يسوع بقول أما أعدائي فجيبوهم كلهم واذبحوهم قدامي. بقول لك هذا ضد، هم في ناس ما صدقوا فيها هاي الآية، صار يفركوا ايديهم هيك انه هاي في عنف عند المسيح، هاي في عنف عند المسيحيين. هل المسيح قال ها اما اعدائي فهاتوهم جميعا واذبحوهم اشخطوهم كلهم قدامي؟ اشخط زي الكلمة العبرية على فكرة، ولا هذا مثل؟ يسوع بيحكي عن ملك، ما بيحكي عن حاله، هذا مثل. كيف مثل؟ كان رجل نازلا يعني طايح من أورشليم إلى أريحة، لوقا 10:25 وتابع. إذن يسوع بعطي مثل كيف إنه لازم نتاجر بالوزنات اللي ربنا أعطانا إياها، كيف لازم نكون أمناء لوطننا، ما نخون كمان زعمائنا الشرعيين. فبقول إنه في العالم العادي، العالم السياسي، لما ملك بكتشف مؤامرة ضده شو راح يعمل بأعدائه؟ راح يقول لهم يعطيكم العافية الشباب، اذبحوا أعداء. يعني هذا مش كلام المسيح ولا موقف، موقف الإنجليزي باركينج، ولا موقف المسيح، هذا إيش؟ مجرد مثل. هيك منكون انتهينا من معظم هاي الشبهات اللي قرأتها اليوم، وإن شاء الله كمان نطبع لكم إياها بشكل مرتب. وشكراً لإصغاء اليوم.